المحلب في الشرق الأوسط، ملاعب واسبير وحديقة وزاهية. نعم، نادي روما في مشهد أول يواجه أنتراخت فرانكفورت. أيها الأحبة في كل مكان، في أولى أيام روما وثاني أيام أنتراخت فرانكفورت، الفريق الذي نجح بالفوز على الترجي في المباراة الأولى وفي المباراة الماضية، نحن نتحدث عن هذه المواجهة وهذا التقليد بفوز أنتراخت 3-2. اليوم أنتراخت فرانكفورت ومع مدربه ستيفن وينتر يدخل هذا اللقاء ببعض التعديلات عن مباراة الترجي التي كسبها ب3-2. بينما روما كما ترون أمامكم في الصورة، وتوتي ليس الاسم المحبوب الذي عرفناه وأحببنا معه كرة القدم، إنما إليساندرو توتي مدرب الفريق الذي يأمل بأن يقدم أسماء تحمل اسما خالدا مخلدا في سماء نادي روما، وهو فرانشيسكو توتي. نحن اليوم في لقاء روما وأنتراخت روما، فيدريكو أدروني في حراسة المرمى، دانيلو بارابورسا ونيكولا ديكتكليز، دلفيكيو دورازيو، لوكا فالبو، نيومان أليكس فيردي، جبرايل أنجلوس، لوكا بيترونغارو، سالفاتوريو بازيلا، إليساندرو ريكاردي، ويقودهم صاحب القميص رقم 19، الكابتن واللاعب الهداف الذي يعرفه نادي روما، يعرفه حتى في موقعه الرسمي، كان قد وضع إعلانا لبطولة الكاس فيه صاحب القميص رقم 19 دانييل تراسكاني، اللاعب الذي يفتخر به محبي روما ويعتقد عشاق الجيالوروسي بأن هذا اللاعب سيكون له مستقبل باهر، وبالتالي أعلنوا عنه وأعلنوا عن اسمه وجعلوه كلوحة إعلانية لوجود نادي روما هنا في الدوحة، هنا في الكأس الدولية. أنتراخت مع بعض التبديلات التي يجراها ستيفن وينتر يدخل هذا اللقاء بتوبايز تيرل في حراسة المرمى، باتريك فينجر، جونيور دانيلو لوبيز، لوكاس بيرجر، فلاديمير سافارديس، نيلز ستاندرا، جيم باتريك كابيو، وسافيري كيتين لاعب رائع صاحب القميص رقم 8 في نادي أنتراخت، ونتحدث عن ويليم جاستن وإنريك مانويل زونير بالإضافة إلى ميشيل إلكساندر اللاعب الذي سجل هدف من الأهداف الثلاثة للحمر، ويبدأون الحمر في الهجوم، وهدف أول ويليام جاستن كابيو مرة أخرى يظهر في بطولة الكاس، ظهر أمام الترجي والآن أمام ذئاب العاصمة. يا له من مهاجم، يا له من لاعب، يا له من قناص، هدف أول في الثواني الأولى. الله على كرة الشبان، الله على روحهم وحبهم الكروي من البداية المبكر في هذه الأجواء الرائعة. ويليام جاستن كابيو يسجل ثاني أهدافه في البطولة وأول أهداف نادي أنتراخت فرانكفورت هنا في هذه الأجواء الرائعة. هذا يعني بأن أنتراخت فرانكفورت، الله على فرانكفورت، زائرها لا شك بأنه يعيش إحدى وهم محاولة قائمة
لنادي روما، لكن الكرة في النهاية تسديدة من لودفيكي دورازيو، الكرة تذهب إلى الخارج وإلى ركلة مرمى كأول تهديد بالنسبة لذئاب العاصمة الإيطالية. أنتراخت من فرانكفورت، زرت فرانكفورت والذاهب إليها لا شك بأنه يعيش أجواء هادئة للغاية، يمكن ربما مختلفة عن المدن الألمانية الأخرى، كذلك طبيعتها الخلابة، تقدر تقول السهل الفسيح مع الخضرة، وفيها أنت الله الله يكفي أنتراخت. الآن كرة توصل على طول من جديد لدى القائد سافيركيتين، مقطوعة من جديد لسه نادي روما ما دخل الأجواء البطولة، نتكلم عن أول مباراة له، أول ثواني له، أول دقيقة وهدف لنادي فرانكفورت. وبالتالي لا شك اللي تابع ميلان النسخة الماضية قدم بطولة في غاية الروعة، الطليان كلما يحضرون للأمانة يقدمون بطولة رائعة. نتحدث مثلا شوف تتكلم عن نسخة سادسة، الطليان لم يحققوا هذه النسخة، هنا محاولة كانت مثالية، لاحظ الكرة العرضية اللي أرسلت وسددت، لكن بعد ذلك اعتلت العارضة، عرضية حلوة من 15 لوكا بيتر و17 إليسيو ريكاردي، سدد الكرة إلى الأعلى. أول نسخة كانت في 2012، نادي باريس سان جيرمان هو من حقق لقب البطولة الأولى، ومحاولة وإنقاذ من باربوسا في إنقاذ الموقف وإبعاد الموقف وتحويل الكرة الماضية إلى بر الأمان، الظهير الأيمن دانيلو باربوسا، ركلة زاوية أولى في المباراة من نصيب أبناء فرانكفورت، من نصيب الألمان المتقدمين حتى الآن بهدف مقابل لا شيء. كرة ترسل عرضية ولا زالت، وهدف ثاني، هدف ثاني، هدف ثاني، الله على أبناء فرانكفورت، الله على أنتراخت. أقولها بصراحة، اخترت أنتراخت ليكون فريقي المفضل في هذه البطولة، لأن لديه لاعب مثل من قائدهم سافيركيتين، تقدم وسدد بيمناه، صعب على فيدريكو أدروني. أنتراخت فرانكفورت، أبناء مدينة فرانكفورت يسيرون للفوز الثاني على التوالي، الله على هذه الأجواء وهذه البداية الموفقة لستيفن وينتر اللي نجح بفريقه بتسجيل هدفين، أولا جاء عن طريق اللاعب ويليام جاستين كابيو، وثانيا عن طريق القائد سافيركيتين. هذا الواضح أمامكم في الصورة، ينجح بزيارة مرمى ذئاب العاصمة الإيطالية. كرة تبعد، بطولة بدأت في 2012، باريس سان جيرمان بطلا لها، والبي اس جي يستعد لنزال ريال مدريد في هذا المساء. 2013 نجح الفريق البرازيلي نادي فلومينينزي البرازيلي من تحقيق أول ألقاب البرازيل وأول ألقاب في الكأس الدولية. كرة ترسل عالية بالرأس، محاولة وفي أحضان توباز ستريل. في 2014 تحقيق أول لقب هنا في قطر، نحن نتحدث عن فريق أحلام أسباير. باريس سان جيرمان يعود ليحقق البطولة عام 2015 وثاني ألقابه من هذه البطولة. 2016
فريق أحلام أسباير يحقق ثاني ألقابه من هذه البطولة، وبالتالي الخمسة الألقاب السابقة، فقط لقب للبرازيل باسم فلومينينزي، لقبين لفريق أحلام أسباير ومثلها للفرنسي الجميل البي اس جي. هكذا هو المشهد والمنظر كيف ستكون، لكن أعتقد أن هذه النسخة ستكون صعبة في حضور فرانكفورت، الكرة تبعد كذلك في ظل حضور إندهوفن، في ظل حضور بايرن ميونخ، حضور ريد بول سالزبورغ، عندنا حضور للعرب ونحن سعداء لذلك بأن يحضر لدينا النادي الأهلي السعودي، وهذه ليست المرة الأولى يحضر فيها الأهلي، سبق وأن حضر لأنه يمتلك أكاديمية رائعة هناك، أتكلم عن أهلي جدة. حضور للرجاء، الرجاء المغربي أو كما يحبون تلقيبه رجاء الشعب، حاضرا وله حضور جماهيري ممتاز للغاية، نادي الرجاء كازابلانكا، رجاء الشعب، والرجاء كان قد خسر مباراته الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في عندنا من العرب أيضا لا شك بأن الترجي المكشخ، الفريق المحبوب، الفريق الشعبي، الفريق التونسي الذي أيضا يرغب بأن يترك بصمة في هذه البطولة، كرة ملعوبة وتبعد على طول، وبالتالي لا شك بأن الترجي بالمناسبة زي ما قلت لكم خسر 3-2 بعد أداء مشرف مع نادي فرانكفورت المتقدم الآن على روما بهدفين مقابل لا شيء. الأهلي خسر من الريال بستة أهداف مقابل هدف يوم أمس، وبالتالي هذه هي النتائج. الرجاء كمان خسر من أكاديمية أسباير بهدفين مقابل هدف فوز لأكاديمية أسباير. في هذه النسخة باعتقادي أنها وهي من البداية وسط هذه الأجواء الرائعة، أعتقد أنها ستكون النسخة الأجمل في بطولة الكأس الدولية، في حضور نادي شامبونسكي، النادي البرازيلي الذي كان في رحلة إلى النهائي، فكانت فعلا إلى النهائي، الذي كان في رحلة إلى نهائي سودا أمريكانا، لدينا محاولة فكانت واحدة من ليالي سودا أمريكانا. شامبونسكي حاضرا ومشاركا شرفيا في هذه البطولة، وله لا شك حضوره يسعد الجميع، والناس هنا في قطر أصبحوا مهتمين لحضور مبارياته ومشاهدته. أيضا لدينا منتخب يشارك، والناس هنا في قطر يحضرون له، وباعتقادي بأنه حق على كل عربي حاضر هنا في الدوحة هذه الأيام، ومعظمهم كذلك يقضون إجازات في أجواء رائعة، عليهم أن يحضروا إلى مباريات منتخب أحلام سوريا، المنتخب المكون من لاجئي مخيم الزعتري أيضا يشاركون شرفيا في هذه البطولة. إنها بطولة رائعة، فيها الكثير من المعاني، وفيها الكثير من الأهداف، وفيها الكثير من الطموحات، وقد تكللت أولى مهام وطموحات نادي فرانكفورت بأن يتقدم على روما بهدفين مقابل لا شيء، حتى الآن سجلت عن طريق ويليام جاستن في الدقيقة الأولى، وبعدها بلحظات القائد والليدر سافيل تيكينتين ينجح بتسجيل الآخر. روما مش في الفورما، ما بين، الكرة توصل وتبعد على طول.
من امام اليسيو ريكاردي. بالمناسبه ريكاردي النسخه اللي فاتت زي اليوم السنه اللي فاتت كان موجود في هذه البطوله مع من؟ مع نادي ميلان، وبالتالي هو انتقال الى نادي روما. لدينا محاوله وفرصه والعارضه، اوهو لمسه يد. حكم اللقاء يوسف الشرشني اشار الى وجود لمسه يد على مهاجم نادي روما. كره في الجانب الايمن، باربوسا يحاول التقدم ويبني كره الى لوكا، على طول دانيل ترانسكاني يرسم كرة جابرييل أنجروسو إلى أقصى الجهة اليسرى. عجبني ثمانية في روما وهو لوديفيكو دورازيو في الجهة اليسرى، يقدم عرض وأداء وكرة تبعد من أمام اللاعب نيومان أليكس فيردي الأسمراني. فيردي شوف الكرة فيها لمسة يد على لوكا بيتروغنارو، وبالتالي على بيتروغنارو لمسة يد موجودة وقرار سليم من يوسف الشرشني. يوسف الشرشني في مباراة اليوم يساعد أول زاهي الشمري، ومساعد ثاني راشد ثاني، والحكم الرابع هو محمد عبد العزيز. بالمناسبة زاهي الشمري كان أيضا مساعدا اليوم أمس في مباراة الجيش والريان التي كسب الريان بأربعة أهداف مقابل هدف، وبالتالي لاحظ حتى العناية من اتحاد الكرة مع قناة الكاس المنظمة لهذه البطولة، كذلك الداعمين والمنظمين، اللجنة العليا لمشاريع والارث، كذلك اسباير اهتمامها جميل للأمانة. العناق سميه العناق بين المنظمين الرسميين والقطاع الخاص. لعلكم ترون الآن لوحات الإعلانات للداعمين من كل القطاعات لهذه البطولة، وبالتالي جوائزها المالية أصبحت ضخمة، وكذلك أصبح الاهتمام فيها لا شك عاما بعد عام مختلف. روما يتراجع وهو متأخر بهدفين مقابل لا شيء. هذا الأمر يقودني إلى أن أقول يا توتي روما، ملك روما، إنما مدرب يدعى إليساندرو توتي هو من يقود، ليس فرانشيسكو توتي، إليساندرو توتي من يقود دف الذئاب العاصمة الإيطالية. عليه أن يتحرك في هذا التوقيت. كرة توصل على طول، لا زال أبناء فرانكفورت باسم أنتراخت يحاولون عن طريق باتريك فينجر. الكرة فيها خطأ يحتسب لمصلحة نادي روما، خطأ على الظهير الأيسر باتريك فينجر. شوف أنا باعتقادي، ولعل الخبراء يتفقون مع المحللين والمتابعين، بدينا نشوف يعني نشوف ملامح قوة في هذه البطولة. كل واحد يختار فريقه. أنا اخترت أنترخ، فريق عاجبني أسلوبه أداءه، فايز على الترجي 3-2، الآن على روما 2-0. أكيد واحد ثاني عشاق الملكي كثر يقول لك لا ريال مدريد صاك الأهلي بالستة، يعني أمورنا فريق مرشح، وفريق كلما يعني هو لم يحقق هذه البطولة، وبالتالي يسعى لأن يكون حصانا وفارس رهان في النهاية. كذلك عندنا بايرن ميونخ، والآن تقدم من جديد، الكرة ترسل إلى الخارج، ركلة زاوية لمصلحة نادي روما. سلفاتوري بازيلا على تنفيذ الكورنر،
ترسل الكرة وإبعاد موفق. عادت الكرة من جديد من دفاع ومن تسديدة بعيدة كل البعد عن مرمى أنتراخت فرانكفورت. ومن مين؟ من دورازيو. الكرة تذهب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي فرانكفورت. بعد هذا اللقاء عشاق هذه البطولة سيتجهون إلى لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان، اللقاء الذي سيكون في تمام 5:45. في بعد هذا اللقاء وبالتحديد في تمام 7:55 لدينا هجوم وفرصة وإبعاد موفق من دفاع أنتراخت فرانكفورت. عادت ولا زالت وإنقاذ أيضا مرة أخرى. يعني ها بعد 18 دقيقة روما دخل المباراة ولكن الكرة الأخيرة بعيدة. شوف الله عليك الله عليك. في هذه البطولة تستطيع أن تكتشف عدد من النجوم الرائعة التي بالإمكان أن تجعلها في ذاكرتك حتى تراها في المستقبل. هذا اللاعب بهذه اللمسة، أتكلم عن لوكا بيترونغارو، حول الكرة الماضية بالكعب جميلة، وهذا دليل إمكانية موهبة. تذكروا إنزو زيدان كان ضمن الأسماء التي قدمت نفسها وأصبحت من الأسماء أيضا المهمة بالنسبة في عالم كرة القدم. قلت لك مباراة البي اس جي أمام ريال مدريد 5:45 بعد هذا اللقاء مباشرة. 7:55 يلعب نادي ريد بول سلاسبورغ مع كاشيوا ريزول الياباني. كرة توصل من جديد إلى الخارج ورمية جانبية لمصلحة نادي روما. عجبني الحساب الرسمي لقناة الكاس بفكرة جميلة قدموها، أن ينشرون الأخبار طبعا كعادتهم باللغة العربية متابعين لبطولة الكاس الدولية، وكذلك ينشرون أخبار البطولة ونتائج الفرق كل بلغة بلده. يعني نشروا باليابانية عن كاشيوا وباللاتينية عن الفرق اللاتينية وكل باللغة الخاصة. هذا مزيد لا شك من الإثارة والتواصل والمتابعة، وتحظى حتى باهتمام ومتابعة الأندية المعنية. كرة على طول من جديد، محاولة لروما، الكرة في النهاية إلى توباز ستيرا. عندنا فرق عائدة في 2017، البطولة التي تشهد عودة 8 فرق في هذه النسخة سبق لهم المشاركة. عودة نادي باريس سان جيرمان الفائز باللقب مرتين، عودة فريق أصباير قطر، وعودة لريال مدريد وكاشيوا ريسول وإندهوفن وريد بول سالزبورغ والترجي التونسي والأهلي السعودي. سبق للمتواجدين وللأسماء التي ذكرتها أن تواجدوا في نسخ سابقة ويعودون إلى هذه البطولة. تبغى الصراحة، وهذه لا مبالغة ولا مجاملة، اللي يجي في هذه الأيام في هذه الأجواء الدوحة يجدول نفسه كل سنة إنه يحب يجي في هذا الوقت، مع نهاية ديسمبر وبداية يناير إلى نهاية يناير إلى فبراير، هذا يعني أحلى وقت، وبالتالي سيكون هذا هو توقيت المونديال بحول الله تعالى في 2022. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، اللي يجلس في مقاعد ملاعب أسباير ويتابع هذه البطولة ويرى قوة الكرة، السرعة، الموهبة، اللمسات، للأمانة
حتى احنا صرنا كمعلقين نهتم بأن نكون حاضرين في هذه البطولة. المصدر الاهتمام المواهب يا أخي، في بعض المباريات تتكلم عن فرق الكبيرة للأمانة 90 دقيقة كثير عليها ما بتلاقي، لكن هؤلاء الشبان يعطوك ويخلوك متحمس طول المباراة من بدايتها لآخرها. وانت تتكلم عن البداية اللي نجح فيها أنتراخت فرانكفورت من تسجيل هدفين، روما يرجع. خلينا نشوف كرة في منتصف الملعب، أريك مونينزونير يرسل كرة حلوة حلوة يا كابتن، حلوة حلوة، لكن فيها راية، فيها راية على ويليام جاستين كابيوا صاحب الهدف الأول لأبناء فرانكفورت في هذه المباراة. لاحظ الكرة، حالة تسلل وقرار سليم من الحكم مساعد الثاني راشد ثاني. كرة ملعوبة، لوكا فالبو، فالبو أرسل الكرة في المنتصف من أمام دورازيو، كرة مقطوعة لفرانكفورت. أنتراخت يتقدم والتغطية حاضرة، تعود الكرة من جديد من فيدريكو، الكرة إلى الخارج. عندنا منشورة، منشورة خاصة ببطولة الكأس الدولية، منشورة تحمل الكأس ديلي نيوز. هذه المنشورة تاريخ البطولة، أبرز الأسماء والنجوم اللي تجلت وتألقت، المجموعات، وكذلك هي يومية وتحمل تصريحات المدربين. يا أخي عمل، عمل حلو تبو الصراحة، يعني تشعر في كأنك في أجواء ما تتفوت. هذا طبعا ستيفن وينتر، فوز الثاني على التوالي لستيفن. في حديث المدربين في هذا الكاس ديلي نيوز، يقول ستيفن وينتر يعني، وهو أعطى ملاحظات أيضا، إحنا ما نخفي ملاحظات المدربين أو النقاد أو كذا. مدرب نادي أنتراخت فرانكفورت يقول اللعب بشكل يومي مسألة، طبعا مو يومي، يومي هو لعب المباراة الأولى يوم الأحد، واليوم الاثنين يلعب الثانية. في بعض فرق تلعب أمس تلعب، لكن بعيد عن هالموضوع، هو يقول لك تعرفوا شباب، والله شباب ترمي لهم كورة يلعبوا لك من الصبح إلى الليل، ما عندهم أي مشكلة. لكن هذا رأي كان من ستيفن وينتر الذي لعب السبت ويلعب اليوم الاثنين، وهو يقول بأنه جدول البطولة شوية مضغوط، وبالتالي نحن نسعى للمداورة السريعة والحفاظ على رتم الأداء. كرة توصل على طول بالنسبة للحارس توباستر. أنا دائما يعني حتى في تعليقات تويتر ولا في حديث، رأيك أحترمه وأقدر، أيضا هذا رأيا من ستيفن وينتر يحترم، لكن فريقه محترم فعلا ومقدر حتى الآن، وهو متقدم بهدفين مقابل لا شيء، وكان قد فاز في المباراة الأولى، إذن هو الفريق الأفضل حتى الساعة. السلام إن شاء الله للاعب لوكا بيترونغارو في هذه الكرة اللي سددها غونيرو دانيل لوبيز، فضربت في بطن بيترونغارو مدرب هذه الإعادة. بالسلامة إن شاء الله، وقام، قام بالسلامة، قام بالسلامة إن شاء الله، وحيكمل مع زملائه. مدرب نادي روما إليساندرو توتي، يعني يا أخي لو بفكر الاسم تفوز، إليساندرو توتي، توتي وين؟ وإليساندرو توتي وين؟
يعني فرانشيسكو توتي وين اليساندرو توتي خلق وفرق. لكن يعني هو تكلم ايضا في الكاس ديلي نيوز متحدثا عن حضور اول طبعا بالنسبة لروما، يقول نرغب ان نكون اول الطليان يحققون هذه البطولة. روما ينافس اليوم على الدور، ويقول نحن جئنا لذلك، يعني نبغى نكون أول إيطاليين نفوز بلقب الكأس الدولية، هذا واحد. ويقول أيضا هدفنا إن واشتغلنا وعملنا على هذا، لكن البداية حتى الآن غير موفقة يا توتي. 28 دقيقة والكرة ترسل وعلى طول، أوهو يا أخي الرقم ما عطاك شوية، إي والله الرقم ما عطاك شوية. عارفين سلفاتوري بازيلا لابس رقم مين؟ رقم 16. عارفين رقم مين؟ إنه أمير روما ديروس. كرة توصل على طول والكرة من جديد، يعني لعبة. نشوف اللي يحب روما ويشوف الرقم، يعني عندك رقم 10 نيومان أليكس فيردي، رقم ثقيل في 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 روما، رقم صعب، وبالتالي هم يتعشمون بأن يكون فرصة. فرصة الله الله يا أبناء فرانكفورت، الله يا أنتراخت، هدف ثالث، هدف جميل، هدف رائع من جاستن، نجح الآن هذه اللحظة على طول على طول من تسجيلي، هدف رائع، ثاني أهدافه. ويليام جاستن كابيوب استغل الخطأ الدفاعي والخروج المتأخر، ولعيب لعيب 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 لعيب، ثاني أهدافه في مباراة اليوم وثالث أهدافه في البطولة. الهداف يسير إلى الأمام، واثق الخطوة، خطوة حلوة للأمام بالرأس، وبعد ذلك ويليام جاستن كابيوا يسجل الهدف الثاني. افتتح التسجيل واختتم التسجيل حتى هذه اللحظة، إنه صاحب القميص رقم 11 ويليام جاستن كابيوا. كرة توصل على طول، لا توتي توتيهم، تكلم عن مدربهم، ولا دي روسي، الله الله الله، كرة في الخارج. تشوف أرقام حبيتها في نادي روما، ولكنها والله كان ما فيها شيء، كان ما فيها شيء. الكرة اللي لوكا بيترونغارو، كرة توصل على طول من جديد للخلف، ترسل عالية عند نيكولا ديجنينجز في الجانب الأيمن، بارباروسا ترسل وتبعد، عادت من جديد لمصلحة نادي روما. عندنا انطلاقة لجيم باتريك كابيوا، يتقدم ويحط، حط الرابع، حط الرابع، حط الرابع، يا رائع، المدافع رائع، بسرعة بسرعة أبي أشوف صورتك، هذا منقذهم من الهدف الرابع. شوف شوف اعجبني التدخل، تدخل مثالي جاء عن طريق اللاعب جابريل أنجروسو في إنقاذ الموقف. جابريل أنجروسو عاد لينقذ الكرة الماضية،
ثلاثية فرانكفورت. شوف شوف شوف، كرة كانت حلوة وانطلاقة جميلة وانقضاض مثالي من جبرائيل أنجروسو. كرة على طول روما، يعني روما على الأقل سجل جول قبل نهاية الشوط الأول. تحليلنا مباراة ممكن الأسمراني بيحط، ما فيها شيء. لا زالت الكرة في الاستحواذ، يحافظ عليها وفي فاول لروما. خطأ يحتسب على فلاديمير زافرديس، ألماني من وصول يونانية، ولاعب أيضا كان قد سجل هدف في المباراة الأولى. مدافع صلب، هذه ميزة الألمان. كرة توصل على طول لروما وتبعد، وإنقاذ هذه المرة من لوكاس بيرجر. لوكاس بيرجر يبعد الكرة الماضية. الآن مرة أخرى نادي روما يحاول في التسجيل. الكرة تذهب إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة أنتراخت فرانكفورت. النسخة الماضية توج فريق أحلام سباير لكرة القدم بلقب بطولة الكأس الدولية، وبالتالي هو حامل اللقب، وصل إلى ذلك بعد نهائي مثير وحماسي ضد نادي ريال مدريد، انتهى بهدفين مقابل لا شيء، فيما تغلب نادي ريد بول ستراسبورغ على نادي انتر ميلان بنتيجة 2-1. وبالمناسبة الانتر كان وقتها قد أخرج إيسي ميلان في بطولة مثيرة النسخة اللي فاتت، بس واضح أن هذه حتكون أحلى. كرة على طول إلى الخارج وإلى ركلة مرمى. المحاولة الماضية من لودفيكي دورازيو إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى عمار تحت 17 سنة، يعني سنتين بالكثير حتشوفها في فريقك المفضل في الفريق الأول. اليوم نشوف لعيبة أعمارهم على 18 و19 في الدوري الإيطالي أو الألماني. لدينا محاولة وإنقاذ موفق من ستيرل ينجح من إنقاذ الكرة الماضية إلى الخارج. نعم إحنا نتكلم، يعني عندك مثلا أندو روما، لا حارس نوفا روما الميلان عمره 19 سنة اليوم، أو لا 17 سنة. لاحظ هذا حارس توباز ستيرل، حارس أنتراخت فرانكفورت، نجح من إنقاذ الموقف. وبالتالي يعني أصبحت هذه البطولة للأندية تحت 17 سنة باعتقادي الشخصي مثل مونديال الأندية تحت 17 سنة. أصبحت مونديال الأندية تحت 17 سنة، وبالتالي هذا المونديال الشاب للأندية يعتمد عليه كثيرا لمستقبل الأندية المشاركة. فيه يكتشف المواهب وفيه يرحل الشاب إلى الفريق الأول، وبالتالي هي اختبار حقيقي، ولذلك يبذلون قصارى جهدهم. شوف الحماس والقتالية والتدخل الماضي القادم من ريكاردي في اللقطة الماضية على جونيور دانيلو لوبيز. حتى اللحظة أيها الأحبة في كل مكان، ثلاثة أهداف لأبناء فرانكفورت باسم أنتراخت مقابل لا شيء لأبناء العاصمة الإيطالية روما. هتشوف العام جبنا الانتر وإيسي ميلان. وقبل العام كمان
إذا جبت روما خاطرك تشوف لاتسيو مثلا يعني كديربي العاصمة حتشوف يعني أجواء لا شك حلوة. هذا يحدث يعني عندما شارك من قبل الريال والبارسا مواجهات أصبحت تقليدية في هذه البطولة. أنا بعطيكم مجموعة من الأندية هذه تابعوا مبارياتهم. لما نتكلم مثلا عن مواجهات البي اس جي مع ريال مدريد، مواجهات حتكون ريال مع روما، لما تتحدث أيضا مواجهات أسباير أحلام أسباير وأسباير قطر، لا شك يعني أصبحت في عندنا مواجهات الآن لما تجمع الديربي المغاربي بين الرجاء والمغربي، الرجاء المغربي والترجي التونسي في ديربيات. كرة على الشمال فيها انطلاقة عند 9 لوكا فالبو من جديد للجانب الأيمن، كرة مقطوعة وخطأ يحتسب، خطأ يحتسب على روما وعلى نيكولو ديتنجليز. تصل الله على الاستقبال، حلو المرور، حلو المهارة، لكن التغطية لا 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 لا، فريق أنترخت مرتب للأمانة، يلعب مباراة بلا أخطاء. شوف الهدف المبكر أعطاه هذا الترتيب، نظم صفوفك المرتدات، يزيد عدديا مع اندفاع روما، والرابع في الطريق أكيد ما في شك في ذلك أن الهدف الرابع في الطريق، انضباط في الدفاع وأيضا استغلال للمرتدات وزيادة عددية في المرتدات. تقدم دورازيو ومحاولة، بس شوف فاضل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، يقدر روما يسجل جول، يقدر الشوط الثاني انه يعمل شيء ثاني. يعني بعض الفرق زي روما اول مباراة يلعبها يبغى بس البداية، يبغى بس الهدف الاول اللي كنا نتابع يعني مع الأحبة عشاق الفراعنة ومصر في البطولة الأفريقية، يقولوا بس احنا نبغى الجول الأول وبعد كذا، وجاء الهدف في وقت قاتل في مباراته الأخير. روما وبعض الفرق ومعظمها يبغى بس الرنة الأولى، يبغى بس عزف أول على الشباك، يبغى بس من يفتتح التسجيل وبعد ذلك تنفرط السبحة. كرة على طول لمسة، روما قادر، شوف الزيادة العددية الآن بالنسبة لنادي روما، الكرة ترسل وتصل إلى الخارج، وصلت إلى الخارج، ركلة الزاوية لمصلحة نادي روما من جديد ترسل وفي الأحضان للحارس ستيرل. يعني الهجمات المرتدة لأنترخت فرانكفورت عنوانها كل الطرق تؤدي إلى روما، في ذات الوقت ليس كل الطرق تؤدي إلى فرانكفورت، وعلى مدرب نادي روما أن يكتشف الطريق. حتى الآن شوط أول مو عارف ولا عنده دليل سياحي. كرة للوكاس بيرجر، ترسل الكرة عالية من جديد، يا سلام، حلوة الروما. هذه كرة وقفتني في الكابينة، خلينا نشوف فيها مهارة وتسديدة
اوهو انقاذ برجر برجر لوكاس برجر لوكاس برجر دائما ما يظهر. الكرة فيها هجوم مرتد والكرة الى الخارج رمية جانبية. تعرفوا يا جماعة في كرة الشبان على سبيل المثال والله زي ما نقول يعني في بعض مباريات الفرق الكبيرة انه اكتفى. هذه مو موجودة مع الشباب. الشباب يحب يسجل يحب يلعب يحب يحرق الملعب حرق ينكض يمين شمال طول وعرض. والله مثلا ما فيه والله عندنا اسلوب الرعونة او انه ما سجل ما غير لا ما في مثلا غياب الروح لا هذا الشباب ما يعرف الكلام. الروح موجودة الركض موجود واي واحد يلاقي فرصة يبغى يسجل. هذه صفات يمكن تذكروها عندما كنتم شباب. حب ان تظهر اثبات الوجود التسجيل. المشكلة عندما يكبرون وبتلاقي الفلوس يا سلام وفجأة تصير مليونير وبعد كذا خلاص أمنت أمورك كذا الحوافز يقل. وبالتالي ما أجمل الكرة في الصبا والشباب وقبل عامك 17. بعد كذا تجيك ظروف الحياة ولا العروض وما إلى ذلك. هذا الوقت هو الوقت الجميل للاستمتاع بالكرة في هذا العمر. خطأ لروما. روما لا متع ولا قدم. نقول ممكن يقول عندهم توتي عندهم مثل توتي. الكرة ترسل الكرة تبعد من جديد. آخر نص دقيقة من الوقت الأصلي للشوط الأول. مهارة عالية عند اللاعب جيم باتريك كابويا لكن الكرة مقطوعة من جديد. في فرق يمكن الخبراء يتفقوا معي أو لا لكن في فرق اللي يخلص في 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 أنتراخت فرق التخليص بينما حتى الآن مين اللي يخلص يخلص مين يخلص كرة كمدافع لا يخلص المهمة الهجومية. عندنا الآن خطأ يحتسب على كيتين دقيقة واحدة بس مقدرة كوقت بدل ضائع في ساعة الشرشن. وفي فاول اللي حيلعبه نيكولا دي جيتس يرسلها بعيدة يا نيكولا على طول إلى الخارج وإلى ركلة مرمى لمصلحة أنتراخت فرانكفورت. أنتراخت فرانكفورت بشعار كل الطرق تؤدي إلى روما كانت فعلا كذلك فاستخدموا ثلاث طرق ووصلوا كلها إلى روما في ثلاث مرات. هكذا ينتهي وينقضي الشوط الأول أيها الأحبة في كل مكان. أنتراخت فرانكفورت من مباراته الماضية أمام الترجي وهذه المباراة في شوطها الأول يظهر وجها قادرا على الذهاب إلى الأيام الأخيرة من بطولة الكأس الدولية. مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في كل مكان. عشاق الكرة الشابة الجميلة والساحرة الصغيرة هنا في بطولة الكأس. شوط أول جمع أنتراخت فرانكفورت بروما وانتهى الشوط الأول بشعار كل الطرق تؤدي إلى روما فوصل ثلاث مرات نادي أنتراخت فرانكفورت عن طريق ويليام جاستن كابيوا مرتين وعن طريق اللاعب كيتين مرة وبالتالي ثلاثة أهداف مقابل لا شيء. مدرب روما إليساندرو استخدم ورقة أولى يدفع بها في المباراة
وهو ريكاردو مينون من أجل أن يعطي الإضافة. كذلك ديفيد الواق الأسمراني يستخدم من أجل أن يغير من شكل ووجه الذئاب في الشوط الثاني وبالذات في مطلع مشاركته في هذه البطولة. هل يستطيع العودة؟ باعتقادي أن الأمر صعب. الصعوبة ليست في إمكانيات ومقومات نادي روما، بل لأن الفريق الذي أمامه يقدم عرضا رائعا. أتكلم عن الأحمر أنتراخت فرانكفورت. كرة بتروح إلى ركلة الزاوية لأنتراخت فرانكفورت. عاجبني هذا اللاعب ويليام جاستن، من الآن اخترته أن يكون نجمي المفضل في هذه البطولة، ومن الآن سأهتم بمتابعة مبارياته. صاحب هدفين، 3 أهداف في البطولة، وعرض جميل، وكرة توصل وتبعد من جديد. انطلاقة حاضرة للوكا بيترونغارو، كرة تبعد من دفاع أنتراخت فرانكفورت. مكان حلو، مكان جميل هذا الملعب، واحد من الملاعب الكثيرة لأكاديمية أسباير. والجميل أن أيضا كل ملعب له اسم، يعني اسم من أسماء أساطير كرة القدم القطرية، وفيه عرفانا لما قدموا في أيامهم الخالدة المخلدة في كرة القدم القطرية. شيء جميل. كذلك الأكاديمية الضخمة، حديقة أسباير، لدينا البي اس جي حاضرين ويتابعون ويستعدون لمواجهة ريال مدريد بحول الله تعالى بعد هذا اللقاء. باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان نجح بتحقيق اللقب مرتين ويستعد لمواجهة ريال مدريد في أولى مباريات البي اس جي وثاني مباريات الريال، عندما نجح الريال بالفوز وب6 أهداف مقابل هدف على النادي الأهلي السعودي. أنتراخت فوز ثاني على التوالي، أولا على الترجي والآن على نادي روما. رمية جانبية لمصلحة نادي روما، الكرة عند جيم باتريك كابيوا. روما يبدأ بالبناء عن طريق قائده دانييل تراسكاني. كرة ملعوبة، روما يا أخي الرقم ما عطى، يعني هذا رقم دي روسي أمير روما، لكن الاستقبال أبد مو صاحب الرقم ولا تاريخه ولا طريقة في الأداء، وبالتالي لا توتي جديد ولا دي روسي جديد ولا حتى تسعى في زمان باتي جول عندما كان مع نادي روما محققا، ومنذ يومها لم يفعل ذلك نادي روما محققا لقب الدوري في مطلع الألفية. هذا لا يحدث الآن. أنتراخت فرانكفورت تقدم موجود ومحاولة والكرة توصل. على فكرة يعني أنتراخت فرانكفورت هذه الأيام يعني كل الأندية في العالم تمر بأزمة مالية مع الأزمة المالية العالمية، إلا أنتراخت فرانكفورت يقدر يسلفك، يعطيك، يقول لك خذ لك، لا يعني يمر بحالة اقتصادية مثالية يحسب للنادي، وهذا لا شك أنه سينعكس على أدائهم في هذه البطولة. الكرة توصل والكرة ملعوبة، الله الله لو اكملت، لسه الكرة توصل مقطوع. عاجبني 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 ويليام جاستن كابيوا. سأحضر إلى ملاعب أسباير سواء كنت معلقا أو متفرجا من أجل مشاهدة نجم المفضل في بطولة الكأس الدولية صاحب القميص رقم 11 في أنتراخت فرانكفورت
ويليام جاستن كابيو. كرة على طول رقم 7 ايضا كذلك جيم باتريك كابيو. هذا اللاعب هو شقيقه كمان هو الثاني شقيق ويليام جاستن كابيو. يعني زي ما نقول يعني ماخذ نفس الأداء. شوف تقدم روما 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 يا كمان وكمان سلفاتوري بازيلا بيحاول في كرة لكن الكرة من بازيلا تذهب إلى الحارس ستيرل. محاولة قائمة تغطية موجودة مسكين الكابتن دانيال تراسكاني هو اللي شايلك يعني هو اللي شايل المدرب إليساندرو شايل لأنه واضح الأخطاء الدفاعية تبغى الصراحة في تفاصيل واضحة بالنسبة لروما. المحاور الساتر الدفاعي لا يؤدون العرض والأداء المطلوب. هذه المحاولة والتسديدة اللي جاءت عن طريق 16 سيلفاتوري باتزيلا الكرة على طول في أحضان الحارس ستريل. كرة توصل من جديد لمصلحة نادي روما في المنتصف. معركة في المنتصف واضحة وانطلاقة حلوة ومهارة عالية ومرور مثالي من بازيل يتقدم ويرسل. حلوة الحطة مين يخلص؟ تسديدة جميلة جميلة جميلة. هذه أجمل لقطة لروما. شوف الاستقبال المثالي من لودفيكو دورازيو اللي سدد بيمناه. القفاز الأيسر للحارس ستيرل نجح بإنقاذ الموقف في أول كرة خطرة لمصلحة ذئاب العاصمة الإيطالية. لدينا ركلة زاوية محاولة ترسل وتنحط وتبعد عادت من جديد لمصلحة نادي روما. من جديد فيها انطلاقة وتغطية مثالية 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 من غابرييل أندروسو. كرة على طول من جديد يا أخي تدخل يعني مواقع شبكة روما للأبد واللي حتى نادي مثلا محبي روما في منتديات العربية أو حتى في حسابهم عبر تويتر تواصل اجتماعي تغطية للبطولة واستقبال للفريق وكيف التغطية وحديث يعني تشعر بأنهم يتعاملون مع الفريق الأول. بطاقة صفراء أولى في المباراة وهي من نصيب دانييلو باربوسا. لكن وهنا في الدوحة ومحبيه لكن مطالبين أن يحضرون يستمتعون يحفظون أسماء يكونون في المستقبل. تتكلم عن 17 سنة سنتين ثلاث وهو في الأول يعني يعني أكبر دليل ابن زيدان اللي لعب في البطولة وأصبح طبعا في نسختين وابنين عند الحارس واللاعب. على فكرة إنزو زيدان لعب في النسخة الثانية واليوم واحد من الأسماء المعروف كثير من الأسماء. شوف المحبين الأندية يعرفوا لعيبتهم. إذا لم تخن الذاكرة أيضا منير حدادي برشلونة اليوم بدأ أيضا من هذه البطولة. يعني كمان جميل للمعلق أو للمشاهد أو للحاضر في الملعب إن تبدأ علاقتها بنجمها المفضل منذ السن المتدنية منذ الكأس الدولية ويقول لك بعدين تسمع ويقول لك أنا كنت أتابعك من أيام بطولة الكأس الدولية. احفظوا أيضا هذه الأسماء ويليام جاستن كابوا وشقيقة كذلك
اللاعب جيم باتريك كابويو جيم جاستن باتريك كابويو كلهم لا شك أنهم سيحفظ لهم الأسماء. خلينا نشوف والله الطليان ستايل إيطالي بس ما حيمشي في هالبطولة. دفاع وتأكل ثلاثة أهداف لا هذا مو أسلوب إيطالي لا شك. كرة تبعد أمامنا في الصورة سافيردي كيتين شقيق اللاعب المعروف مانويل كيتين أيضا وقلب دفاع وهذا قلب دفاع فالأمور لا شك أنها تحفظ. كرة توصل على طول للجهة اليمنى التغطية حاضرة انطلاقة لروما روما قول بس الأول وبعد ذلك في تعاطف فارق اسم النادي فارق التاريخ فارق النجوم اللي حبوها فيه أيضا كحضور أول لنادي روما في البطولة. شفنا الميلان والإنتر واليوفي حضروا في هذه البطولة حضور أول لنادي روما لكن حتى الآن الحضور ليس كما يريد المحبين. خروج لويليام جاستن كابيوا صاحب جولين واحد من الأسماء اللي أنا اخترتها حتابعها في البطولة نجم مفضل. أنا أضع مرشح فائز المباراة الأولى الترجي 3-2 لأن 3-0 يعني 6 أهداف. كرة توصل على طول في انطلاقة فرصة وحالة تسلل اللاعب اللي نزل إلى أرضية الملعب أهاب فوركان تورتوسو هو اللي ظهر في أرضية الملعب في أولى أوراق ستيفن وينتر. كرة على طول على الجهة اليسرى انطلاقة حاضرة لمصلحة أنترخت فرانكفورت. لاحظ أنترخت فرانكفورت كرة كورتين ثلاث أربع مرتاح هادي ويوصل جول. الشعار كل الطرق تؤدي إلى روما هو 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 نفس يعني بلمسة سهل لكن روما كرة توصل على طول يعني يروح يمين يبني من الشمال من العمق يواجه صعوبة للأمانة في البناء. هذه واحدة من الكرات الصعبة اللي نجح من خلالها الدفاع في إبعادها إلى ركلة مرمى. عندنا تبديل نزول والله جملة من التبديلات بالنسبة لروما نزول للاعب ديفيد بواغ وكذلك كالوجا تبديلات مستمرة للمدرب إليساندرو لكن حتى الآن تغييراته 3 ما أدت الأمور المثالية. كرة توصل يعني حتى شكلا ما تغير شيء وربما حدوا من خطورة أنترخت فرانكفورت لكنهم في النهاية مطالبين بالتسجيل. أنا لدي للأمانة يعني عندنا كرة توصل طبعا إعلان للأسماء اللي
شاركت ونزلت في التبديلات. مدربين الفئات السنية للأندية للأكاديميات وينهم؟ يعني لا أعتقد أن هنا أفضل من هذا المكان ليكون فيه مدرسة للمتابعة ولتعليم الأبناء. يا رجال شوف، يعني أنت لما تشوف اللعيبة هذول الأوروبيين وتشوف لعيبتنا في الأكاديميات الشبان بأعمارهم، يعني على سبيل المثال عندك يعني الشاب عندنا يبدأ مدافع ينتهي مهاجم، يعني في نفس التمرين، في نفس الكرة توصل على طول في نفس المباراة. لا أعتقد أن يوجد مكان في الشرق الأوسط حاليا فيه إضافة للتدريب وتدريب مدربي فئات السنية أفضل من هذا المكان. كرة توصل على طول من جديد، كرة تبعد إلى الخارج، رمية جانبية. طبعا باستثناء أكاديمية أسباير، باستثناء يعني بعض الأندية المهتمة بالفئات السنية لكنها قلة إن وجدت. عندنا خطأ، وخطأ لمصلحة أنتراخت فرانكفورت. أوه، هذا الأسمراني نيومان أليكس فيردي. هذا أحد المحبين حاضرين ومن أكاديمية أسباير، ارتدي لها شعارا ويحضر ابنه. وهنا إبراهيم ميرزا أرال، أحد الأوراق اللي استخدمها ستيفن وينتر، يخرج لتلقي العلاج. رمية جانبية، كرة تصل في النهاية إلى فيدريكو أدورني مدرب روما إليساندرو، يقول نرغب أن نكون أول الطليان محققين للبطولة. هذاك شايفين طبعا في تعليق ساخر على مشاركات ميلان واليوفي والإنتر، وقد أعددنا العدة لذلك، حديث إليساندرو. يعني جايين نبغى نكون أول الطليان واشتغلنا على هذا ونبغى نجيب اللقب. بهالثلاثة بخت، ما أعتقد، لا أظن ذلك. ثلاثية أنترخت بهذا الأداء، لكن عموما سنرى إن كان بمقدوره تغيير شيء إليساندرو، أم هو كما هو. شو الطليان في الكلام الحلو يجيبوا لك كأس عالم في يعني طليان الأدب الإيطالي علمهم الكثير. وفي الأداء في كرة طبعا إيطاليا الكرة محترم، ومن يعشق الكرة الإيطالية لا يغير رأيه فيها ولا يبدلها ولا يرى غيره إيطاليا. لكن بهذا الأداء روما طالع لروما، كرة على طول لمصلحة، يا سلام كرة انتهت. اي والله طالع لروما. روما يمكن في إيطاليا لا يقدم الكاتاناتشيو المعروفة الكرة الإيطالية، يقدم كرة حلوة وممتعة مختلفة طبعا عن الأداء الإيطالي المعروف في التكتيك الدفاعي. في النهاية يخسر. كرة توصل على طول، يعني اللي مصبرهم محبي روما على روما
هو المتعة اللي يقدمها الفريق. حالة حال أرسنال يعني في 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 إنجلترا يقدم متعة والناس يعني معجبين، وهو فريق للأمانة ممتع. في النهاية الرابع كرة توصل على طول ملعوبة وتصل في النهاية إلى الحارس فيدريكو أدورن. مرور أيها الأحبة 66 دقيقة، الشوط الأول كان أحلى، في 3 أهداف لأنتراخت فرانكفورت، وفي أيضا عرض قوي ومثالي من أنتراخت فرانكفورت. الآن اكتفى، روما يحاول السيطرة على الكرة لكن من غير هدف. خلينا نشوف جول، خلينا نشوف جول كرة، يا سلام يا سلام لوكاس بيرجر، كرة تبعد على طول للجهة اليسرى تتحول، فيها راية، فيها راية. المساعد الأول زاهي الشمري كان قد رفع الراية على اللاعب البديل كيم بارليك في هذه اللقطة. كرة للدفاع لوكا فالبو، تمريرة إلى أقصى الجهة اليمنى، عندنا انطلاقة حاضرة من اللاعب دانيلو باربوسا، يستقبل كرة كذلك اللاعب ديفيد لوا، يكسب منها ركلة الزاوية. ديفيد لوا اسمراني المعروف اللي تذكر اسم لوا. لوا ايضا كرة توصل على طول من جديد، تتحضر فرصة، يا لسه ركلة الزاوية. ها بدأنا نشوف روما، حلوة حلوة الكرة اللي فاتت وعدت ووصلت وتهيأت ل 18 زكريا سايغوي. على فكرة زكريا كان لاعب مع ميلان النسخة الماضية، كرة توصل السنة اللي فاتت، انتداب إلى روما، كرة توصل لا مع ميلان ولا مع روما الظاهر يحط، لكن زيارة ثانية له للدوحة. كرة توصل في النهاية إلى الحارس فيدريكو أدورن. على الشمال البناء يمر بصاحب القميص رقم 4، تعود إلى القائد تارسكاني، ركلة مرمى لمصلحة نادي روما. لاحظ الكرة الماضية، حالة تسلل، حالة تسلل كانت واضحة. بعد هذا اللقاء يلعب الريال أمام باريس سان جيرمان، الريال الذي لم يحقق لقب هذه البطولة، يطمع أمام من؟ أمام البي اس جي صاحب لقبين من هذه البطولة. كرة تصل من جديد على الجهة اليسرى في انطلاقة، متعاطف مع لوكا فالبو، هذا هو لوكا فالبو لاعب، كرة توصل. مشروع تكلم عن أصغر لاعبي هذه البطولة، المهاجم لوكا فالبو مهاجم نادي روما صاحب القميص رقم 9، أصغر لاعبي هذه البطولة. لا شك أن في ضغط كبير على لاعب بعمر 15 سنة ويكون مع لاعبين موجودين وأن يضع المدرب إليساندرو، لكن لا شك أن مثل هذا التوقيت يعبر عن موهبة لفالبو. كرة فيها لمسة يد، ما شاء الله يعني لعيبة أعمارهم 15 سنة وهم بالطول والعرض أكبر مني، يعني ما شاء الله يعني بنية جسمانية والله. كرة توصل، كرة 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 كرة، يا سلام، وكرة تبعد.
الكرة تبعد، شوفوا لنا إيطالية ولا ألمانية ولا مرت، يعني تحسين النسل لا شك أنه ينتج مثل هذه الصحة. لدينا لاعب وهو إينيسيو بارتولوتا، حيكون مكان رقم 10 نيومان أليكس فيردي من جديد في الجهة اليمنى العرضية، والكرة توصل من جديد. الفريق الألماني يتقدم على الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ولديه محاولة وإنقاذ موفق. مسكين 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 هذا اللاعب القائد تراسكاني شايل الفريق الحالة. كرة توصل في هذا العمر، كرة تلعب، اللاعب الموهبة الخارقة يشيل فريق، يشيل فريق سواء في الدفاع في الوسط في الهجوم، يشيل فريق ويجيب بطولات. الأسماء الشابة، الروح العالية، الطاقة، المهارة. كرة توصل على طول في الجانب الأيمن، عندنا تغطية حاضرة دانييل من المدافع باتريك فينجر، مقطوعة، الكرة توصل. يا سلام يا سلام يا سلام يا بالمو، وأول لمسات بارتولوتا. شوف يا بارتولوتا، حلوة 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 الحطة واللقطة، لكن أين المفر؟ توبياس ستريل حارس مرمى أنتراخت فرانكفورت، منقذ دائم بالرأس، والكرة تعتلي العارضة إلى ركلة زاوية جديدة لروما. شوف الكرات العرضية أمام الألمان، وإن كنت الطليان انسى. وجميل في المباراة يعني أنها مواجهة ألمانية إيطالية، كرة توصل على طول. تعرف الطليان هم عقدة الألمان في كثير من الأحداث والمناسبات الهامة على مستوى الكرة الكبيرة، وبينهم صراع تقليدي كبير. ولدينا محاولة وفرصة، بس الطليان كعبهم عالي على الألمان. الحق يقال، تكلم عن الفرق الكبيرة والمنتخبات الكبيرة عادة يفعلون ذلك. كرة توصل، وإن كان المغلب الأخير للألمان من جديد بقبضة اليد، ومحاولة وفرصة، فرصة يا مو مكتوبة، مو مكتوبة. ديفيد الوا على طول استقبل كرة وأخذها، الله على مرور واستقبال حلوة اللمة، كل شيء عملها في اللقطة، لكن فاتت وعدت. كرة تصل، هي تنحط كمان وكمان، هذه من بارتولوتا، حول الكرة من جديد إلى الخارج وإلى ركلة مرمى. 74 دقيقة، 16 دقيقة فقط على نهاية المباراة، وقت قليل أمام ذئاب العاصمة الإيطالية. أتابع اللقطات لتوبياس ستريل، رغم تألقه للأمانة في المباراة، لكن لاحظوا هذه من الصفات اللي احنا نعطيكم فيها الدروس وفيها العبر. أنا أعتقد أن الخروج الخاطئ في كل ركلتي أو ثلاث الزاوية الأخيرة كان هذا الحارس. فهمني مخرج، فهمني ستريل، رغم تألقه ونجح يمكن في انفرادين بإنقاذ مرمى أنتراخت فرانكفورت، ولكن في اللقطات الماضية كاد أن يعيد روما على الأقل لتقليص الفارق. أيضا إعادة لتنفيذ الكرة، ستريل، لكن باعتقادي أن ما قدم في مباراة اليوم يعطي المدرب إلى حد ما ستيفن وينتر اطمئنانا بأنه يمتلك حارس قادر، ولا حيستخدم باول لويس الحارس الاحتياطي
كلما زادت الأدوار أكثر أهمية لأنتراخت فرانكفورت. أنتراخت فرانكفورت حيروح على طول للدور التالي بانتصارين على التوالي. الدور التالي حيبدأ إن شاء الله يوم الخميس. لا لا ما أخذ راحة يعني. ستيفن وينتر يقول يعني البطولة مضغوطة. هو لاعب السبت يلعب الاثنين وحيلعب الخميس. لا أمورك طيبة، أمورك طيبة والجدول مثالي. كرة توصل، عندنا تبديل، خروج لأركيب مانويل زونير ونزول ل 14 ديفيد كريستيان. ديفيد كريستيان ورقة أخيرة للمدرب ستيفن وينتر. كرة على طول، محاولة وترسل الكرة فيها ماذا؟ ركلة مرمى. محاولة الماضية من ميشا إليساندر. ميشا إليساندر حاول في الكرة الماضية والكرة تصل في النهاية مع إصابة للاعب البديل زكريا سايغوري. ركلة الزاوية لأنتراخت فرانكفورت. كرة على طول، ترسل من جديد، ركلة الزاوية لأنتراخت فرانكفورت. غدا إن شاء الله طبعا زي ما قلت لكم بعد هالمباراة ريال مدريد مع بي اس جي وكاشي وريزول مع ريد بول زالزبورغ. بكرة حيلعب الأهلي مع باريس سان جيرمان. مباراة الساعة 3:30. كرة توصل على طول، تصل وتبعد. إنقاذ موفق والكرة إلى الخارج، رمية جانبية من نصيب كيم بارلك. كرة ملعوبة. بدأت المدرجات هنا في ملاعب أسبير بالزيادة العددية في الحضور انتظارا لمباراة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان. كرة للخلف، لوكاس بيرجر. حلوة الكرة في الجانب الأيمن، محاولة وعرضية وإبعاد موفق. دانييل تراسكاني. هذا اللاعب لولا براعته في القيادة وكقائد في الدفاع ولاعب يعطي طاقة كانت فعلا كل كرات أنتراخت فرانكفورت في المرمى دائما موقف. كرة توصل على طول إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي روما. نيكولا ديغنيلز تبعد قبل ما توصل لديفيد الوا. رمية جانبية لروما. محبي الريال باريس سان جيرمان كمان تكون ترجاوية بالشعار، جايين مستمتعين عشان ترجي يعني اليوم ما يلعب. كرة توصل مع ذلك انا متأكد ان
اللي حضر لبطولة الكاس الدولية الكرة توصل، ما يفوت مباريات وبطولات ونسخ. جوها الجميل وعرضها الحلو والممتع، ولاحظ الكرة الماضية باتجاه اللاعب البديل ياسين أزواج. الكرة من ياسين إلى ركلة مرمى لنادي روما. 9 دقائق أمام نادي روما، 9 دقائق ولا شيء يذكر. انطلاقة أنتراخت طويلة إلى الحارس فيدريكو. بهذا الأداء يا إليساندرو، يا مدرب روما، يا من قلت سنكون أول الطليان يحققون لقب الكأس الدولية، ستكون أول الطليان وأول الفرق المغادرين لهذه البطولة. بهذا الأداء وبهذا العرض يكون حقق أولوية لكنها معاكسة. الكرة توصل، عندنا تبديل بفوركان يستعد للنزول، واحد ممن أبلوا بلاء حسنا في مباراة الترجي وسجل هدف. فوركان كرة توصل للخلف عند فيدريكو أدوني، من أدوني على طول ترسل الكرة من جابريل أنغروسو، طالت الكرة على اللاعب زكريا سايغوي إلى رمية جانبية. عندنا تبديل، خروج للقائد والليدر شافيلي كيتن، ونزول لفوركان. فوركان الكرة في الجانب الأيمن، طالت على طول إلى ياسين أزواجي، رمية جانبية. كرة ترسل، حلوة اللمسة، يا عيني تبعد بالرأس، انقاذ من جديد. في فاول، في فاول، حكم اللقاء لا يبدو أنه احتسب ذلك لبارتولوتا. بارتولوتا يرسل كرة ويتقدم، تغطية موجودة والكرة فيها رمية جانبية لمصلحة نادي روما. بارتولوتا حركهم شوي في الجهة اليسرى عند إضافته للوكا فالبو. كرة توصل من جديد من أمام لوكا فالبو. صعب صعب صعب، شوف مدرب روما إليساندرو، لا يمكن أن تحقق هذه البطولة بمهاجم بعمر 15 سنة مثل فالبو. تحتاج مهاجم ذو طاقة عالية وقوة ومحاولة بالرأس. الكرة توصل، نعم موهوب، نعم له مستقبل، نعم يعطى فرصة، لكن في النهاية يمكن أن يكون بديل. لكن كرأس حربة صريح أعتقد أن الأمر صعب للغاية إذا كان على ما يقول إليساندرو بأنه جاء لتحقيق اللقب. خروج لفينجر، باتريك فينجر، ونزول لنيلز. صاحب القميص رقم 9 نيلز هنري أوريول. كرة توصل، انطلاقة، محاولة وتسديدة، الكرة تحت للعارضة وإلى ركلة مرمى لمصلحة روما. يمكن القول بأن روما تحسن في الشوط الثاني، أنتراخت اكتفى إلى حد كبير ويحاول بمثل هذه المحاولات. لقطة تلفزيونية رائعة وسط هذه الأجواء الجميلة، كنا بدت يعني ها تمطر، وشل حلو، جو حلو، أصبحت بطولة الكأس الدولية ضمن المعالم السياحية للأمانة في هذا التوقيت في قطر. رافد
للزوار إليها. توقيت الجميل وكذلك الملعب يعني للأسرة يحضروا يتابعوا، وكشكات المرافق يعني في النهاية كاسة شاي وسوالف كورة وحديث. تعرفوا لقطات اللعيبة الشبان وردات فعلهم تعطيك مقاطع حلوة كثير للأمانة، تبقى في جوها للمشاهد وللحاضر. في فاول لمصلحة نادي روما، الكرة اللي فاتت ريكاردو مينون يكسب خطأ ريكاردو مينون، احد الاوراق اللي دفع فيها اليساندرو توتشي. مينون ولو هدف شرفي لمصلحة نادي روما، لان ما بقى الا 3 دقائق على النهاية. الكرة توصل وتصل تتحضر ابعدت من جديد. شوف انا ما ودي مثلا ندخل في مثل هذه التفاصيل او نعلم الشبان، لكن باعتقادي وعلى اليساندرو ان يفعل ذلك في الفريق الاول في الفريق الكبير لا تحتاج لمثل هذه التوصية، بس في الشبان تحتاج. ماذا تحتاج؟ فريقك خاسر مو قادر تسجل، اللاعب يعرف الوضع انه مو قادر، وبالتالي يعني في كم لقطة يكون فيها التحام مدافع أنتراخت مع روما لا تجد مثلا لاعب روما يستغل الموقف. بتصارحني تقول لي يعني يتحايل يكسب ركلة جزاء، لما لا؟ قد تفي بالغرض وتأتي بحل وتظهر الفريق. هذه الأمور يعني كان يفترض الآن كرة توصل تبعد، كان يفترض من روما أن يلعب على مثل هذه الجزئيات في هذا العمر لا يعرفوها، وبالتالي على المدرب أن يلقنهم كرة توصل عالية سهلة في أحضان الحارس تيرل. قد لا تبدو أنها الوصايا المثالية، لكنها ستكون مثالية لو نتجت بشيء بالنسبة لمحبي نفس الفريق. كرة توصل على طول أنتراخت، كرة مقطوعة، مهارة عالية في الإنقاذ والتقدم والمرور الأول من ساغوري على طول لبارتولوتا. من جديد في خطأ، مع كامل الاحترام لإليساندرو، يعني بطولة الكأس الدولية ليست لعرض الأزياء. فريق شكله حلو يعني، لكن أداء لا، أسلوب جايين بستايل ها، لكن بأداء كورة لا والله. الألمان شوف حتى أخذ الكورة تحرك، شخصية مهارة تقدم ركض لياقة، هذا لم نره في روما. آخر نصف دقيقة أنتراخت فرانكفورت في الجهة اليمنى يبادر إلى الرابع، الكرة تقطع لجونيور دانيلو، انطلاقة لحارس المرمى ستريل. الوقت الأصلي انتهى الآن أيها الأحبة في كل مكان، مشاهدي قناة الكاس وبطولتها الدولية، 3 دقائق مقدرة في ساعة يوسف الشرشري. تعود من جديد تقدم وتبريرة، وكرة تلعب على طول، فيها حالة تسلل، فيها حالة تسلل. نحن
في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة، مباراة منتهية. بعض المباريات تكسب، ولا أدري إن كان الخبراء يؤيدوني أو لا، لكنهم سؤال للخبراء وللمشاهدين: هل بعض المباريات تكسب من الهجمة الأولى، أو كما نقول بالمثل الشعبي من أول ركزة؟ تذكرون الهجمة الأولى لأنتراخت فرانكفورت، بعد ذلك هجمة متتالية استغل فيها أنتراخت لحظة يسميها المدربين استغلال لحظة الانتصار، فجاءوا بالهدف الثاني، بعد ذلك فإن الثالث سيكون في الطريق. كرة توصل، وهذا ما حدث لأنتراخت فرانكفورت، لكن هل تكسب المباريات من الهجمة الأولى، من الركزة الأولى، من الوجه الأول؟ بعض المدربين يوصون لعيبه ويقول لك أول ما تبدأ المباراة اضغط حتى إشعار الخصم بالخوف. هذا ما فعل أنتراخت فرانكفورت، إذ بدأ قويا مرعبا مخيفا للذئاب. كرة ملعوبة، الكرة إلى الخارج، رمية جانبية من ميشا إليساندر، عادت الكرة من جديد لدانييل تراسكاني، باعتقادي أنه أفضل لاعبي روما، وإن لم أجد كأفضلية مطلقة لكل لاعبي روما، على العكس تماما اللاعب ويليام جاستن كابيوا اللي سجل هدفين، على العكس تماما من عطاء المدافع لوكاس بيرجر، كذلك للاعب سافيردي كيتين صاحب الهدف واحد من الأهداف الثلاثة، ثلاثية في النهاية لأنتراخت فرانكفورت. بينما هذا الرجل إليساندرو لم يقدم العرض، وعليه أن يفكر في مباراته القادمة أيها الأحبة، ستكون بعد غد بحول الله تعالى، راح تكون بكرة آخر مباراة في يوم بكرة، وحتكون بإذن الله تعالى أمام الترجي الذي خسر من أنتراخت بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كرة ملعوبة لأنتراخت، الكرة فيها حالة تسلل وصافرة النهاية أيها الأحبة في كل مكان، عبر الكأس الدولية، فوز مستحق للألمان على الطليان باسم أنتراخت فرانكفورت على نادي روما.